الله يجعلنا هكا. اليوم مسرورين جدا بإطلاق غاز طبيعي على 285 عائلة، وهذه تدخل في إطار برنامج استدراكي للحكومة بغرار نجسدوا فيه في عين أرض الواقع، خاصة يمس مناطق الظل عبر إقليم الولاية. ولحد الساعة راهو إن شاء الله الطول كوفيرتور راهو ب 93%، منا على العام الجاي إن شاء الله هذا الوقت نقدروا نلحقوا إن شاء الله في هذه الوتيرة 96%.